السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الثالث جبر، وهو المتتابعة الحسابية. طبعا نزلنا شرح الدرس ونزلنا حل تمارين اخطر بالكامل، اللي هو الجزء الخاص بالمتتابعة الحسابية وتعيينها. جزء الأوساط ده قلنا ليه شرح مختلف، وبعد كده ليه أسئلة اخطر منفصلة وأسئلة مقال منفصلة. حتى هنا هتلاقي في الأسئلة المقالية كاتب لك تمارين على المتتابعة الحسابية، وبعد كده هتلاقي تمارين على تعيين المتتابعة الحسابية. أسئلة المقال مهمة جدا جدا في الدرس ده، خصوصا عشان اما ناخد الأوساط وبعد كده اما ناخد المتتابعة الهندسية وتعرف الفرق بينهم بإذن الله. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بإذن الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. جميل، الناس اللي محتاجة الملزمة، الملزمة متوفرة في رقم في وصف الفيديو، هتبعت له رسالة واتساب هيقول لك كل تفاصيل الملزمة. الملزمة فيها شرح المنهج بالكامل وفيها بنك أسئلة متجمع من الكتب الخارجية، هيغديك ان انت تشتري اكتر من كتاب خارجي، لان احنا مجمعين كده الافكار اللي هي يعني مثلا في فكرة موجودة في كتاب الماهر مش موجودة في الشامل وهكذا فجمعناها، ولكن الافكار المتشابهة بنسيبها زي ما هي، كده كده هي موجودة في كتاب المعاصر. لو عايزها تبعت رسالة واتس على الرقم اللي موجود في وصف الفيديو. طبعا تعالى نسمي بسم الله بقى ونبتدي حل التمارين. السؤال الاول بيقول لي بين اي المتتابعات الاتيه تكون متتابعه حسابيه، وعايز الحد العام بتاعها. تمام، قلنا عشان المتتابعه تبقى متتابعه حسابيه يبقى انا لازم يا باشمهندس بالنسبه لي ح ن زائد الواحد ناقص الح ن لازم يساوي ثابت، وقلنا ان الثابت ده هو عباره عن د. اختصار الكلام اللي هو الكتير ده قال لك خد الحد ناقص الحد اللي قبليه، يعني خد 13 ناقص 9 هتديك 4. طيب يا باشمهندس لو انا خدت 17 ناقص 13 برضه هتديك كام يا باشمهندس؟ برضه بتديني 4. يبقى المتتابعه دي بتزيد بمقدار ثابت مقداره 4، يبقى انا بالنسبه لي دي متتابعه حسابيه. عشان اعين الحد العام بتاعها يا اما بطريقه الدرس يا اما بطريقه الدرس الاول، وقلنا طريقه الدرس الاول تافهه جدا. ازاي؟ التسعه بقت 13 يا باشمهندس، يعني زادت 4 يبقى ح ن بيساوي 4 في الزيادة اللي هو 4 نون، جميل جدا، زائد الحد الأول اللي هو 9 ناقص الرقم اللي هنا اللي هو مقدار الزيادة والنقصان، يبقى 9 ناقص 4 اللي هو 5، يبقى الحد العام هو 4 نون زائد 5. لو أنت عايز تستخدم طريقة الدرس أنت عارف إن ح نون بيساوي أ زائد نون ناقص الواحد مضروبة في الدال. الألف اللي هو الحد الأول جبناه بتسعة، زائد نون ناقص الواحد مضروبة في الدال اللي هي بكام؟ 4، ما هي الدال اللي هو الثابت يبقى 4. يبقى يساوي 9 زائد 4 في نون ب 4 نون سالب 1 في 4 بسالب 4، يبقى هنا هيفضل 4 نون و9 ناقص 4 بموجب 5. فاحنا قلنا عشان الطريقة الطويلة دي احنا نبدأ نستخدم الطريقة دي اللي أنا شرحتها لك في أول درس خالص. تمام، السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لي 4 و7 و12، تعالى كده نشوف. هناخد ال7 ناقص ال4 هتديني كام؟ هتديني 3. بعد كده ال 12 ناقص السبعة يا باشمهندس هتديني 5، يبقى أنا بالنسبة لي المتتابعة دي مش بتزيد بمقدار ثابت، يبقى أنا بالنسبة لي دي ليست متتابعة إيه؟ حسابية، لأن المتتابعة الحسابية يا إما بتزيد بمقدار ثابت يا إما بتقل بمقدار ثابت. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي المتتابعة دي هقول سالب 18 ناقص ناقص 12، خلي بالك من الإشارات، سالب في سالب بموجب يبقى سالب 18 زائد 12 هي إيه اللي بالنسبة لي سالب 6، جميل جدا. خد اللي بعده يا باشمهندس يبقى سالب 24 ناقص ناقص 18 هتديني سالب 24 زائد 18 اللي هي برضه سالب 6، يبقى انا بالنسبه لي الزياده ثابته يا باشمهندس، يبقى دي بالنسبه لي متتابعه حسابيه. طب عايز اجيب الحد العام، الحد العام بيساوي مقدار الزياده او النقصان اللي هو سالب 6 مضروب في النون زائد الحد الاول اللي هو سالب 12 ناقص ناقص 6 يبقى سالب 12 ناقص ناقص 6، يعني سالب 12 زائد 6 اللي هي بالنسبة لي سالب 6، يبقى الحد العام يا باشمهندس هو سالب 6 نون ناقص 6، ويبقى انت كده جبت الحل العام بتاعك. طيب السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول له نص تلت ربع وهكذا، هاخد التلت ناقص الربع، يبقى انا بالنسبة لي تلت ناقص النص معذرة، هنوحد المقام بستة ونضرب مقص 2 في 1 ب 2 ناقص 1 في 3 اللي هي 3، يبقى انا بالنسبة لي يا باشمهندس هيديني كام؟ هيديني سالب 1 على 6. طيب بعد كده هاخد الربع ناقص التلت هيساوي هوحد المقام طبعا ب 12 وهضرب مقص، يبقى دي 3 ناقص 4 اللي هي سالب 1 على 12. مقدار الزياده مش ثابت يا باشمهندس، يبقى دي بالنسبه لي ليست ايه؟ ليست حسابيه، وقلنا دي متتابعه توافقيه هنعرفها بعد كده باذن الله. تمام، رقم 5 بيقول لي س وس زائد ص، المهم ما يفرقش، انا هاخد الحد ده ناقص الحد ده، يبقى اقول س زائد الص ناقص الحد اللي قبله اللي هو سالب س.
السين هتروح مع السالب س يفضل لي ص. تمام، تعال نجرب كمان مرة، هناخد ده ناقص اللي قبله يبقى س زائد 2 ص ناقص اللي قبله اللي هو س زائد الص هيساوي. ادي يا باشمهندس بالنسبة لي س زائد ال 2 ص والسالب هيخش على القوس يديك سالب س سالب ص، صح؟ السالب س هتروح مع الموجب س و2 ص ناقص الص برضه ص. طب ما دي مقدار الزيادة ص ومقدار الزيادة ص، يبقى دي بالنسبة لي متتابعة حسابية. الحد العام بتاعها يا باشمهندس بيقول لك مقدار الزيادة أو النقصان اضربه في النون، يبقى دي بالنسبة لي ص مضروبة في النون زائد الحد الأول اللي هو س ناقص الرقم اللي هنا، يبقى أنا بالنسبة لي زائد س ناقص ص، يبقى هو ده الحد العام بتاعي يا باشمهندس اللي هو ص نون ناقص س ناقص ص. طبعا في هنا ص فممكن نظبطها عن كده، يعني ممكن نقول إن دي ص نون زائد س ناقص الص. هبدأ آخد الص عامل مشترك عشان الاتنين دول موجود فيهم ص، براحتك دي حتة جمالية مش أكتر. وتاخد بعد كده الصاد عامل مشترك يفضل من هنا نون ناقص الواحد، يبقى هو ده كده الحد العام بتاعي. خلاص تمام، اللي بعده طبعا دي واضحة جدا جدا ان دي متتابعة ايه ثابتة. ليه يا باشمهندس متتابعة ثابتة؟ لان الحدود كلها بالنسبة لي 7. طب هل هي حسابية ولا مش حسابية؟ ما فكرتش تسأل نفسك؟ تعال نشوف، هاخد الحد ده ناقص الحد ده يبقى 7 ناقص 7 بيساوي 0. طب الحد اللي بعده 7 ناقص، لا ده مقدار يا باشمهندس الزياده ثابت، ما هو صفر، ما هو ده بالنسبه لي رقم. تمام، يبقى دي بالنسبه لي برضه متتابعه حسابيه، خليك ذكي. طيب الاساس بتاعها قال لك مقدار الزياده او النقصان اضربها في النون يبقى صفر في نون زائد الرقم الاول اللي هو 7 ناقص الصفر يبقى زائد 7، دي ملهاش لازمه يبقى بتساوي 7. واحنا كده كده عارفين ان المتتابعه الثابته الحد العام بتاعها بيساوي الرقم، بس انا بثبتها لك بالطريقه اللي احنا شغالين بيها. خلاص كده فهمنا السؤال ده، تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 2 بيقول لي بين اي المتتابعات الاتيه حسابيه واذكر اساسها واكتب الحدود الثلاثه الاولى فيها من كل متتابعه. طبعا احنا قلنا يا اما يجيب لنا المتتابعه في صوره ارقام زي السؤال الاول، يا اما يجيبها لي في صوره نون واحنا ممكن نعرفها مجرد النظر، وهستخدم لك برضو الخطوات. مجرد النظر يا باشمهندس قلنا ان المتتابعه الحسابيه هي متتابعه عباره عن داله من الدرجه الاولى، يعني لازم النون يا باشمهندس الاس بتاعها يبقى واحد. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس رقم واحد دي متتابعه حسابيه، ولكن احنا عايزين نعمل الخطوات اللي بتبين، فاحنا هنستخدم القانون اللي هو ح نون زائد الواحد ناقص الح نون، لو طلع رقم من غير النون يبقى دي متتابعه حسابيه. فمعناها ايه يا باشمهندس؟ قال لك هتشيل النون وتحط نون زائد واحد، يبقى دي 5 في نون زائد الواحد زائد 2 ما تنساهاش ناقص، وافتح قوس بعد اذنك، ح نون اللي هي موجوده في المساله اللي هي 5 نون زائد ال2، يبقى دي هتساوي 5 في نون ب 5 نون، 5 في 1 ب 5 زائد 2 ناقص 5 نون، والسالب هيخش على 2 يبقى سالب 2. دي هتضيع مع دي يا باشمهندس ودي هتضيع مع دي، يبقى انا بالنسبه لي 5، ال 5 ده مقدار ثابت، يبقى دي بالنسبه لي متتابعه حسابيه يا باشمهندس. جميل جدا، هو بيقول لك اكتب اول 3 حدود، اقول له حاضر، هعوض عن نون بواحد يبقى 5 في 1 ب 5 زائد 2 7، وانا عارف ان مقدار الزياده 5 يبقى 7، بعد كده 12، بعد كده كام؟ 17، وهكذا يا باشمهندس زي ما انت عايز تمشي. ده كده بالنسبه للسؤال ده، خلاص سهل جدا. طيب تعالى نشوف السؤال الثاني ده كده يا باشمهندس، طب بمجرد النظر كده هي حسابيه ولا لا؟ تعالى نشوف، 4 على 2 فهل 2 ناقص 5 على 2 يبقى 5 على 2 نون، فضل النون قصها واحد يبقى دي متتابعه حسابيه، ولكن تعالى بقى نثبت الكلام ده. بنفس الطريقه اقول له ح نون زائد الواحد ناقص الح نون هيساوي ادي 4 ناقص ال 5 في نون زائد الواحد، كل الكلام ده على كام؟ على 2. ناقص نفسها اللي هي 4 ناقص ال 5 نون على 2، ما هي دي ح نون، تمام، هيساوي ادي 4 ناقص 5 في نون بسالب 5 نون، سالب 5 في موجب 1 بسالب 5 على ال 2، ناقص 4 ناقص 5 نون على ال 2، مفيش مشكله بالنسبه لي لحد دلوقتي. طيب هنا سالب 5 نون انقلها زي ما هي، وهنا بالنسبه لي 4 ناقص 5 يعني سالب 1 على ال 2، ناقص هنا بالنسبه لي كام؟ 4 ناقص 5 نون على ال 2، هوحد المقام بكام؟ ب 2 يا باشمهندس، يفضل لي سالب 5 نون ناقص الواحد، وهنا السالب هيخش على ده، يبقى بالنسبه لي سالب 4 وسالب في سالب يبقى مديني موجب 5 نون، دي هتروح مع دي يا باشمهندس، سالب 1 وسالب 4 يبقى سالب 5 على ال 2، يبقى هو ادالي يا باشمهندس سالب 5 على 2 يعني مقدار ثابت، يبقى انا بالنسبه لي دي كده متتابعه حسابيه. ما تنساش ان هو في اول السؤال قال لك انا عايز 3 حدود، فهنجيب الحد الاول هنعوض بالنون بواحد، يبقى 4 ناقص 5 اللي هي بالنسبه لي سالب 1 على 2، يبقى انا بالنسبه لي اول حد هو سالب 1 على 2.
وبعد كده عرفنا يا باشمهندس ان هي بتزيد بالنسبه لي سالب 5 على 2، فما ازود هنا يبقى يا باشمهندس سالب 5 على 2 هتبقى سالب 6 على 2 طبعا اللي هي سالب 3. بعد كده هزود سالب 5 على 2 اللي هي سالب 2.5، فيبقى بالنسبه لي المفروض كام؟ سالب 5.5، سالب 5.5 اللي هي سالب 11 على الاثنين، وهكذا. يبقى انا كده جبت له اول ثلاث حدود، ولحد دلوقتي اول اثنين دول متتابعات حسابيه. طيب اللي بعدها، طبعا واضح ان النون هنا في الاس فدي كده متتابعه هنعرفها بعد كده هندسيه، فدي مش حسابيه، ولكن تعالى نثبتها. برضه هنثبت بح نون زائد الواحد ناقص الح نون، دي هتساوي 3 في 7، هنشيل النون دي وهتبقى نون زائد الواحد وكمان واحد ناقص الح نون اللي هي نفسها اللي هي 3 في 7 اس النون زائد الواحد. فاهمني يا باشمهندس؟ جميل جدا. دي عباره عن 3 في 7 اس ادي النون، واحد واحد يبقى موجب 2 ناقص 3 في 7 اس نون زائد الواحد. ممكن اخد ال 7 اس نون زائد الواحد عامل مشترك، واخد ال 3 كمان والله معاها، يعني ممكن ناخد 3 في 7 اس نون عامل مشترك، وبعد كده هيفضل لي ايه؟ طبعا دي على دي هيفضل لي هنا بالنسبه لي 7 اس 1. ليه؟ لان هنا هقول نون زائد 2 ناقص نون زائد 1، فهيفضل لي 7 اس 1 اللي هي 7. طيب ناقص طبعا بالنسبه لي 1. طب 7 ناقص 1 اللي هي 6، يبقى 6 في 3 يبقى دي 18 في 7 اس نون زائد الواحد. طبعا لسه النون موجوده، يعني ده مش مقدار ثابت، يبقى دي بالنسبه لي ليست ايه؟ ليست حسابيه. تعالى يلا نشوف اللي بعدها. رقم 4 يا باشمهندس بيقول لي نون تربيع ناقص 25، طبعا ده فرق ما بين مربعين عباره عن نون ناقص الخمسه في النون زائد الخمسه. هبدا يا باشمهندس على المقام اللي هو نون زائد الخمسه، هشيل دي مع دي يا باشمهندس يفضل لي نون ناقص الخمسه. هنا النون هنا الاس بتاعها واحد يا باشمهندس، يبقى انا بالنسبه لي دي كده متتابعه حسابيه. طب تعالى نثبت، انا بعرفك الطريقه وبعد كده نثبت. يبقى ح نون زائد الواحد ناقص الح نون بيساوي، هشيل النون دي واحط نون زائد الواحد وهنا سالب 5 ناقص المتتابعه الاصليه اللي هي ايه يا باشمهندس؟ بالنسبه لي نون ناقص الخمسه، هتساوي نون زائد الواحد ناقص الخمسه سالب نون موجب 5، خلاص دي ناقص 5. طيب السالب نون مع الموجب نون، السالب 5 مع الموجب 5 يفضل لي 1، فالواحد ده مقدار ثابت يا باشمهندس، طالما واحد مفيش نون يبقى دي متتابعه حسابيه. طب عايزين اول حد هنعوّر عن النون بواحد، يبقى 1 ناقص 5 بالنسبه لي سالب 4، بعد كده بتزيد 1، ما هو ده مقدار الزياده، يعني بعد كده سالب 3 وبعد كده سالب 2 وهكذا، لانه عايز 3 حدود فقط. خلاص خلصنا من السؤال ده، تعال نشوف اللي بعده. رقم 3 بيقول لي في المتتابعة الحسابية دي أوجد قيمة الحد السابع وعدد حدود المتتابعة، يبقى على طول لازم أجيب الحد العام. الحاء نون يا باشمهندس بتساوي ال 63 بقت 59 يا باشمهندس، يعني قلت 4. ال 59 بقت 55 يعني برضه قلت 4، يبقى مقدار النقصان اللي هو سالب 4 أضربه في النون يبقى سالب 4 نون، زائد الحد الأول اللي هو 63 ناقص مقدار الزيادة أو النقصان، يعني 63 ناقص ناقص 4، يعني 63 زائد 4 اللي هي موجب 67، يبقى هو ده كده يا باشمهندس الحد العام اللي أنا هشتغل عليه، خلاص اتفقنا؟ تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس هو عايز مني قيمة الح 7 الحد السابع، يبقى ح 7 بيساوي، هقول له عوض هنا ب 7 يبقى سالب 4 في 7 زائد 67، يعني سالب 28 زائد 67. اللي هي 67 ناقص 28 تطلع معايا ب 39، يبقى انا بالنسبه لي دي 39. طيب بيقول لي عدد حدود المتتابعه، فبعوض في الحد العام بالحد الاخير، يبقى سالب 133 بتساوي القانون بتاعي اللي هو سالب 4 نون زائد 67، هودي ال 67 الناحيه الثانيه يبقى سالب 4 نون بيساوي سالب 133 و 67 ادي 7 بقت 140 وكمان 60 يعني سالب 200، فالسالب هيروح مع السالب على 4 فعل 1 على 4 فعل 50، يبقى اذا النون بيساوي 50، يبقى رتبه اخر حد هو ال 50، يبقى عدد حدود المتتابعه هو كام؟ هو 50. خلاص سهله سهله جدا باذن الله. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. يبقى لك المتتابعه الحسابيه لو انت فهمتها باذن الله من فيديو الشرح وحل تمارين اختر، باذن الله التمارين دي هتبقى بسيطه جدا جدا عليك بامر ربنا. السؤال اللي بعده بيقول لي عايز منك رتبه وقيمه اول حد سالب، خلاص لازم اجيب الحد العام، اتفقنا بقى على كده. ال 35 بقت 31 يعني قلت 4، ال 31 بقت 27 يعني قلت 4،
يبقى الحاء نون مقدار النقصان اللي هو سالب 4 اضربه في النون زائد الحد الاول اللي هو 35 ناقص الرقم اللي هنا يبقى ناقص ناقص 4 يبقى زائد 39. جبنا الحد العام بكل سهوله. هو عايز رتبه وقيمه اول حد سالب، يبقى انا بالنسبه لي سالب 4 نون زائد 39 هقول اقل من الصفر لانه هو عايز بالنسبه لي اقل عدد سالب. طيب هودي 39 الناحيه الثانيه يبقى سالب 4 نون اقل من سالب 39. هقسم على السالب بس المتباينه هتتغير، يبقى 4 نون اكبر من 39، هقسم على ال 4 يبقى نون اكبر من 39 على ال 4. طبعا 4 في كام؟ عارفين ان 4 في 9 ب 36، يعني هيفضل لي 9 وهيفضل لي 3 ارباع. يعني نون اكبر من 9 و3 ارباع اللي هو 10، يبقى رتبه اول حد سالب هو ال 10. طب هو عايز قيمته، عوض هنا يا باشمهندس، يبقى انا هجيب الحاء 10، يبقى سالب 4 في 10 اللي هي سالب 40 زائد 39. سالب 40 زائد 39 اللي هي بالنسبه لي سالب 1، ويبقى انا كده جبت القيمه بتاعته. السؤال رقم 5 بيقول لي عاوز رتبه وقيمه اول حد موجب، اقول له حاضر. السالب 51 بقت سالب 48، خلي بالك هنا انا نقصت 3، خلي بالك دي اعداد سالبه صح؟ آه لا، ولا زودت 3، زودت 3، ان سالب 51 بقت سالب 48 صح؟ تمام. طيب السالب 48 بقت سالب 45، يبقى برضه زودت 3. يبقى انا بالنسبه لي الحاء نون بيساوي مقدار الزياده في نون، يبقى دي 3 في نون. الحد الاول سالب 51 ناقص الرقم اللي هنا اللي هو ناقص 3، يعني سالب 54 يا باشمهندس. جميل جدا. هو عايز رتبه وقيمه اول حد موجب، يبقى بالنسبه لي 3 نون ناقص ال 54 لازم تكون اكبر من الصفر، ودي ال 54 يبقى 3 نون لازم تكون اكبر من ال 54، اقسم على 3 يبقى نون اكبر من 54 على 3. طبعا 54 على 3 دي كام؟ إيه على 5 في 3 في 1، و24 على 3 في 18، يبقى لازم نون تكون اكبر من 18، يعني هي بالنسبه لي 19. يبقى انا رتبه اول حد موجب 19 وعايز قيمته، يبقى اجيب الحاء 19، هعوض بقى يا باشمهندس في هنا، يبقى دي 3 في 19 ناقص ال 54. طيب 3 في 9 في 27 ومعايا الاثنين، يبقى 57 ناقص 54 يطلع موجب 3. يبقى انا بالنسبه لي جبت له رتبه وقيمه اول حد موجب في المساله بتاعتي. خلاص، هل فيها حاجه صعبه يا باشمهندس؟ سهله جدا بامر ربنا. تعال نشوف اللي بعده كده. رقم 6 بيقول لي اوجد رتبه وقيمه اخر حد سالب، خلي بالك بقى من الكلمه دي. يبقى انا هنا يا باشمهندس هقول اقل من الصفر برضه، لان هي بالنسبه لي هتبقى اخر حد سالب، ولكن اللي هيطلع لي هبدا احكم عليه. لو هي مثلا طلعت لي اقل من ال 12، يبقى هو بالنسبه لي ال 12 ده هو اخر حد سالب. لازم تبقى فاهم معنى الكلام. طيب السالب 39 بقت سالب 34، يبقى في زياده 5. السالب 34 بقت سالب 29، يبقى في زياده 5. يبقى الحاء نون بيساوي مقدار الزياده اللي هي 5 مضروبه في النون. بعد كده الحد الاول سالب 39 ناقص ال 5، يعني سالب 44، هو ده كده الحد العام. هساوي الكلام ده يا باشمهندس كده، ناقص 44 اخر حد سالب يعني اقل من الصفر، وادي السالب 44 الناحيه الثانيه، يبقى ال 5 نون اقل من 44. اقسم على 5 يبقى نون اقل من 44 على 5. احنا عارفين ان 5 في 8 ب 40، يعني 8 و 4 على 5، يبقى لازم ان النون تبقى اقل من 8 و 4 على 5 اللي هي 8. يبقى انا بالنسبه لي رتبه اول اخر حد سالب هو الحد الثامن. طيب هو عايز قيمته، يعني هجيب الحاء 8، هعوض هنا، يبقى 5 في 8 ب 40 ناقص 44 يطلع سالب 4. وانا عايزك لماح، المتتابعة بتزيد بمقدار 5 فهي سالب 4، فأكيد الحد اللي بعديها زود 5 يعني 1، يبقى فعلا السالب 4 ده هو آخر حد سالب، ويبقى أنت كده كلامك منطقي، مش عيب إن أنت تعمل شيك على المسألة قبل ما تخلص. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أوجد عدد الحدود السالبة في المتتابعة الحسابية دي. والله يا باشمهندس عشان أجيب عدد الحدود السالبة، يبقى أنا بالنسبة لي يا باشمهندس أنا هعمل إيه هنا؟ هجيب آخر حد سالب صح؟ واشوف قيمته بتساوي كام، يبقى بالنسبه لي كده عدد الحدود السالبه، يعني برضه هقول الحد العام بالنسبه لي اقل من الصفر. فهمت؟ تمام. السالب 47 بقت سالب 42، يعني برضه في زياده 5. بعد كده برضه في زياده 5، ال 42 بقت سالب 37، يبقى الحاء نون بيساوي مقدار الزياده اللي هي 5 مضروبه في النون. الحد الاول سالب 47 ناقص 5 يبقى سالب 52. طبعا الكلام ده يا باشمهندس طالما عدد الحدود السالبه، يبقى 5 نون ناقص
52 لازم يكون اقل من الصفر. جميل جدا. وادي ال 52 يبقى 5 ن اقل من ال 52، اقسم على 5 يبقى ن اقل من 52 على 5. طبعا دي فيها 10 و2 على 5، اقل من 10 و2 على 5 يعني 10. يبقى انا بالنسبه لي عندي 10 حدود سالبه يا باشمهندس. ليه؟ لان اخر حد سالب هو العاشر، يبقى عدد الحدود السالبه بيساوي 10. واعتقد كده مسالتنا خلصت. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد عدد الحدود الموجبه، نفس الفكره ولكن المتتابعه هتبقى اكبر من الصفر. جميل. ال 72 بقت 63 يعني نقصت 9، ال 63 بقت 54 يبقى نقصت كام؟ 9 برضه، يبقى ه ن العدد اللي بتنقصه يبقى سالب 9 في ن، زائد الحد الاول 72 ناقص 9، بس خلي بالك ناقص ناقص 9، يعني 72 زائد 9 اللي هي 81، يبقى اقول له بقى سالب 9 ن زائد 81 لازم يكون اكبر من الصفر، لان هو عايز عدد الحدود ايه يا باشمهندس؟ عدد الحدود الموجبه. هودي ال 81 يبقى سالب 9 ن اكبر من سالب 81، طبعا هقسم على السالب المتباينه هتتغير، يبقى 9 ن اقل من ال 81، اقسم الطرفين على 9 يبقى ن اقل من 81 على 9 اللي هي بالنسبه لي 9، فلازم ان ن تبقى اقل من ال 9 يعني ح 8، يبقى انا عندي يا باشمهندس 8 حدود موجبه في المتتابعه دي. خلاص اتفقنا. اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت انه لا يوجد حد قيمته 100 في المتتابعه الحسابيه دي. والله يا باشمهندس طالما ما فيش حد قيمته 100 فهو مش هينفع يحقق قيمه الحد العام بتاعه المتتابعه، فاهمني؟ فاحنا كده كده في المسائل دي ثابت ان احنا نجيب الحد العام. ال 13 بقت 17 يعني في زياده 4، ال 17 بقت 21 في زياده 4، يبقى الحا ن بيساوي مقدار الزياده اللي هي 4 مضروبه في النون زائد الحد الاول هو 13 ناقص ال 4 يديني موجب 9، ده الحد العام. هساوي الحد العام ده بال 100 كده يا باشمهندس وتعالى نشوف هيطلع ايه. انا دلوقتي يا باشمهندس يبقى 4 ن زائد 9 بيساوي 100. هودي ال 9 الناحيه الثانيه يا باشمهندس، يبقى 4 ن يساوي 100 ناقص 9 اللي هي كام؟ 91. اقسم يا باشمهندس يبقى ن بتساوي 91 على 4. تعالى كده نشوف 91 على 4 اكيد هتطلع لي كسر، مش محتاجه. 22 و75 اللي هي 22 و3 ارباع، هل ينفع يبقى عندي حد يا باشمهندس قيمته كسر؟ احنا اتفقنا ان ن دي بتنتمي لايه؟ لصاد الموجبه، يبقى لازم عدد الحدود دايما يطلع عدد صحيح، يبقى هنا كده اثبتنا ان مفيش حد قيمته 100. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي اذا كانت لوغاريتم س لوغاريتم ص لوغاريتم ع متتابعه حسابيه فاثبت ان ص تربيع بيساوي س في ع. طبعا ده المثال اللي انا حليته معاك على السبوره. انا الوقت دي يا باشمهندس هو قال لي ان هي متتابعه حسابيه، فده معناه يا باشمهندس ايه؟ معناه كلام كبير جدا ان اللي في النص لوغاريتم ص بيساوي الطرفين على 2 يعني لو س زائد لو ع على الاثنين. لو ضربت مقص يبقى 2 لوغاريتم ص بيساوي لوغاريتم س زائد لوغاريتم ع. الاثنين يا باشمهندس ممكن ارجعها لاصلها، يبقى لوغاريتم ص تربيع. لوغاريتم الجمع بتحول لضرب، يبقى لوغاريتم س ع. يبقى انا يا باشمهندس بالنسبه لي لوغاريتم بيساوي لوغاريتم اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى انا بالنسبه لي ان ص تربيع بيساوي س ع. ودي طريقه ثانيه، انا طريقه بتاعت الدرس انا قلت ان لوغاريتم ص ناقص لوغاريتم س، عملتها كده. طالما هي متتابعة حسابية لوغاريتم س ناقص لوغاريتم ص ناقص لوغاريتم س بيساوي لوغاريتم ع ناقص لوغاريتم ايه يا باشمهندس؟ ناقص لوغاريتم ص. وقلنا ان الطرح بتحول لقسمة، يبقى لوغاريتم ص على س بيساوي لوغاريتم ع على ص. لوغاريتم بيساوي لوغاريتم اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى ص على س بيساوي ع على ص. اضرب مقص يبقى الص تربيع بيساوي س في ع. انا حللتها بالطريقه دي وجيت حليتها دلوقتي بالطريقه دي عشان برضو تبقى عارف الطريقتين، وهي مساله سهله جدا جدا. السؤال رقم 11 بيقول لي اذا كانت المتتابعه دي متتابعه حسابيه وكان حدها الاخير ثلاث امثال حدها الاخير، لسه هنجيب رتبته دلوقتي، ثلاث امثال حدها السادس، اوجد قيمه كل من س وص والكلام ده. تمام. الوقت انت بتقول لي ان هي متتابعه حسابيه، فده معناه حاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه؟ ان اي حد ناقص اللي قبليه بيساوي مقدار ثابت، يعني س ناقص ال 12 بتساوي الدال اللي هي مقدار ثابت، وفي نفس الوقت ان سالب 24 ناقص ص برضه يا باشمهندس بتساوي مقدار ثابت اللي هو الدال. جميل جدا. بعد كده قال لي ان الحد الاخير بتاعها
هو ده الحد الاخير اللي هو سالب 24، تمام؟ دايما بنفرض الحد الاخير بلام زي ما انا وضحت لك في حصة الشرح. قال لك ان هو بيساوي ايه؟ 3 امثال الحد السادس، يبقى ده بالنسبة لي 3 ح 6. طب ما انت عارف معلومة يا باشمهندس من خواص المتتبعة الحسابية ان الح 6 دي من فكها لايه؟ لالف، ونقص من 6 واحد يبقى 5 في دال. يبقى انا بالنسبة لي الحد الاخير هو عبارة عن 3 في الف. انا بعتذر لكم لان الكاميرا يعني ايه فصلت شحنة وانا ما خدتش بالي اصلا، فكنا وقفنا يعني شفت اخر حاجة هي كانت مصوراها، كانت عند السؤال 11 والحمد لله ما كنتش مشيت كتير. وقفنا ان الحد الاخير اللي هو لام بيساوي 3 في الحد السادس، وقلنا الحد الاخير اللي هو سالب 24 هيساوي 3 في الحد السادس اللي هو ا زائد 5 د. طيب اختصرت على 3 في الواحد، عدت على 3 هنا فيها السالب 8، طلعت ان هي بتساوي ا زائد 5 د بتساوي سالب 8. طب ما هو الحد الاول اللي هو ا بيديني 12، حطيتها ب 12 وديت ال 12 الناحيه الثانيه، اصبحت سالب 8 وسالب 12 يعني سالب 20 بيساوي ال 5 د. قسمت على 5 طلعت الدال بكام؟ بسالب 4. رجعت الاول معادله انا كنت فارضها، قلت ان س ناقص 12 بيساوي الدال، يعني س ناقص 12 بيساوي سالب 4، ما انا جبت الدال بسالب 4. هودي السالب 12 الناحيه الثانيه، يبقى س بتساوي 12 ناقص 4 اللي هو بالنسبه لي موجب 8. وعوضت برضه في المعادله الثانيه، قلت سالب 24 ناقص الصاد بيساوي سالب 4، وديت الصاد هنا وجبت السالب 4 هنا، اصبحت ان الصاد بتساوي سالب 24 وهنا بالنسبه لي موجب 4، يعني الصاد طلعت بسالب 20. بعد كده يا باشمهندس هو قال لي عدد الحدود، قلت له انا هجيب لك الحد العام، والحد العام بيجي عن طريقه سهله، قلنا الحا نون بيساوي الدال اضربها في النون، الدال هنا اللي هي سالب 4 اضربها في النون، زائد الحد الاول ناقص الدال يبقى 12 ناقص ناقص 4 اللي هو موجب 16. طلعت الحد العام اللي هو ده يا باشمهندس، وعوضت بالحد الاخير اللي هو سالب 24 بيساوي سالب 4 نون زائد ال 16، وديت ال 16 يبقى بالنسبه لي سالب 40 بيساوي سالب 4 نون، قسمت على السالب 4 هنا والسالب 4 هنا طلعت ب 10، يبقى العدد الحدود هو 10. خلاص؟ يعني الحمد لله ان الكاميرا ما فصلتش بعد ما انا صورت فتره كبيره، لان انا مش بقطع في الفيديو كتير، انا بصور كده يعني فتره طويله وبعد كده بوقف الفيديو. طيب السؤال اللي هو، لا مش السؤال ده بقى، اللي هو سؤال اكتشف الخطأ ده انا ممكن اعيده معاك تاني مفيش مشكلة، امره سهل. هو قال لي ايه؟ بيقول لي اعرف اساس المتتبعة الحسابية بان هو الفرق بين كل حد والحد السابق لها. قلت له انت تمام. قال لك ان الدال هي عبارة عن ح ن ناقص ح ن زائد واحد. قلت له انت تمام لحد دلوقتي، لان هي ن دي هي اللي بعد ح ن ناقص الواحد، ولكن هو قال لك ن تنتمي لصاد الموجبة، لو انت جيت عوضت بواحد هيبقى دي بالنسبة لي ح واحد ناقص ح واحد ناقص واحد اللي هو ح صفر. هل موجود في المتتبع عندي يا باشمهندس حد رتبته بالنسبه لي بيساوي صفر؟ لا مش موجود يا باشمهندس، يبقى هو هنا كان لازم يعدل الشرط ان هي صاد الموجبه ما عدا الواحد. طيب ليه بنقول كده؟ لان احنا كنا بنقول ح ن زائد الواحد ناقص الح ن، لو انا عوضت بواحد يبقى ح 2 ناقص ح 1، ولكن ما ينفعش ح 1 ناقص ح 0. اللي بعده بيقول لي تعطى العلاقه بين ن وح نون في المتتبعة الحسابية الآتية، ح نون بيساوي ألف نون زائد الباء، حيث ألف وباء دول ثوابت، وقال لك إن باء هو أساس المتتبعة. أقول له لأ، الرقم اللي بيتضرب في نون هو أساس المتتبعة، زي السؤال ده بالظبط. لما أنا جبت الحد العام السؤال رقم 11، ضربت الدال اللي هي الثابت في النون، وبعد كده قلت الحد الأول ناقص الدال يديله الرقم اللي بعده، يبقى لازم إن الرقم اللي مضروب في النون هو الحد الثابت بتاعي أو أساس المتتبعة اللي هو دال. خلاص؟ تعالى بقى نخش على التمارين اللي بعد كده اللي هي تمارين تعيين المتتبعة الحسابية. بيقول لي اوجد المتتبعة الحسابية التي حدها الثامن 11. حدها الثامن يعني أ زائد السبعة د. قلنا بقى بنقلل من رتبة 10 د اهو. أول حاجة اتلخبطت. حدها 7، أنا بصيت 11 والله. أ زائد 7 د بيساوي كام؟ بيساوي 11. حركة الكاميرا ده فصلت الواحد خالص. طيب وحدها العاشر هو المعكوس الجمعي، الحد العاشر اللي هو أ زائد 9 د، قال لك إن هو بيساوي المعكوس الجمعي يعني سالب المعكوس الجمعي لحدها ال 17 اللي هو أ زائد ال 16 د. طيب يبقى دي بالنسبة لي أ زائد 9 د، وبدل ما أفك كده كده ده هتتحرك كلها بالسالب هتتحرك بالموجب، يعني هتبقى أ زائد 16 د، لأن أنت لو فكيتها هتديك سالب. يبقى هنا بالنسبة لي أ وأ يعني 2 أ، و9 د و16 د يعني 25 د، كل ده بيساوي صفر. طيب دي 2 أ، فكل اللي عليا هضرب المعادلة دي في سالب 2، 2 في أ سالب 2 في أ بسالب 2 أ، سالب 2 في 7 بسالب 14 د بيساوي سالب 2 في 11 بسالب 22. الله ينور عليك، ابتدي اجمع
دول هيروحوا مع بعض، 25 ناقص 14 يبقى 11، ده بيساوي 0 ناقص 2. خلي بالك احنا بنجمع، 0 وسالب 22 يبقى سالب 22، ال11 في الواحد على ال11 فيها السالب 2 يبقى الدال بسالب 2. خلاص يا باشمهندس عرفت ان الدال بسالب 2، تعالى بقى نبدأ نعوض وهات اي واحدة، او انت خلاص عرفت ان هي بالنسبة لي بتقل سالب 2. لو انا عوضت طبعا الحد الثامن هو كان 11، فانت براحتك انت عايز تكون المتتبعة بتاعتك عادي، فممكن هنا لو عوضت هنا بسالب 2 يبقى 7 في سالب 2 بسالب 14 هتوديها الناحية التانية تجيب الالف، فهمت نقصد ايه؟ يبقى الف زائد 7 في سالب 2 اللي هي سالب 14 بيساوي كام؟ بيساوي 11. ودي دي الناحية التانية يبقى ألف بتساوي 14 زائد 11 اللي هي 25. ما هو الألف ده اللي هو الحد الأول، فهمتني؟ يبقى أنا كده جبت الحد الأول، والدال بسالب 2 يعني هي بتقل 2، يبقى 25 23 21 وهكذا للآخر يا باشمهندس. يبقى أنت كده جبت المتتبعة الحسابية بتاعتك. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 14 بيقول لي متتبع حسابية حدها الرابع بيساوي 11، ده معناه ان ألف زائد 3 دال بيساوي 11، مجموع حدها الخامس اللي هو ألف زائد الأربعة دال، والحد التاسع اللي هو ألف زائد 8 دال قال لك بيساوي 40. طيب ألف وألف يبقى بالنسبة لي 2 ألف، 4 دال و8 دال يعني 12 دال بيساوي 40. من هنا ممكن أقسم المعادلة دي على 2 بالشكل ده كده، يعني أ زائد 6 د بيساوي 20، والمعادلة الأولى هي أ زائد 3 د بيساوي 11. ممكن أطرح أغير إشارات اللي تحت، أ وسالب أ راحوا، 6 د ناقص 3 د تديك 3 د، 20 ناقص 11 تديك 9، على 3 فيها 1 على 3 فيها 3 يبقى إذن الدال تساوي 3. عوض في أي معادلة هات الألف، يبقى أ زائد 3 في 3 ب 9 بيساوي 11، ودي التسعة الناحية التانية يبقى الألف بيساوي 11 ناقص 9 بيساوي 2، يبقى أول المتتبعة 2 والدال بتلاتة يعني بتزيد 3 يبقى 2 5 8 وهكذا. عايز رتبة الحد الذي قيمته 152، نجيب الحاء نون، الحاء نون بتقول لك إيه؟ اضرب الدال في نون يبقى 3 في نون زائد الحد الأول اللي هو 2 ناقص 3 يبقى بالنسبة لي 1، يبقى هو ده الحد العام، هو عايز الحد العام الحد اللي قيمته 102. طيب تعالى نكمل، انا بعتذر لكم جدا والله لان انا اتضايقت، الكاميرا عماله تفصل بطريقه وحشه مش عارف ايه المشكله، وده ممكن يعطل الفيديو ان هو ينزل يعني، بس الحمد لله. انا كنت وقفت تقريبا عند ح ن بيساوي 3 ن ناقص 1، احنا جبنا كده الحد العام، قال لك انا عايز رتبه الحد اللي قيمته 152، يبقى ال 152 بتساوي 3 ن ناقص 1، هودي السالب 1 الناحيه الثانيه يبقى 3 ن اصبحت 153، هقسم على 3 يبقى 15 على 3 فعل 5 و3 على 3 فعل 1، يبقى هو بالنسبه لي رتبته ال 51. خلاص اعتذر لكم ثاني والله لان الكاميرا عماله تفصل بطريقه وحشه. طيب رقم 15 بيقول لي اوجد المتتبعه الحسابيه التي مجموع حدها الثاني، حدها الثاني اللي هو أ زائد الدال، وحدها الرابع اللي هو أ زائد 3 دال بيساوي 4. يبقى من هنا إن 2 أ ودال و3 دال يبقى 4 دال بيساوي 4. ممكن نقسم المعادلة دي كلها كده على الاتنين يا باشمهندس، وبعد كده أدي الاتنين في الألف على الاتنين في الاتنين دال على الاتنين في الاتنين، يبقى أ زائد الاتنين دال بيساوي 2. بعد كده بيقول لك مجموع حدها السادس اللي هو أ زائد 5 دال، والسابع اللي هو أ زائد 6 دال، والثامن اللي هو أ زائد 7 دال، قال لك كل ده ب 54. أ وأ وأ يبقى بالنسبة لي 3 أ، 5 دال و6 دال 11 دال و7 دال يبقى 18 دال بيساوي 54. نقسم على 3 يبقى أ زائد 18 على 3 يبقى 6 دال، 54 على 3 5 على 3 فعل 1، 24 على 3 فعل 18. حط دي تحت دي، يبقى أ زائد 6 دال بيساوي 18. هنطرح من اللي فوق، فدي هنغير اشارتها، أ ناقص أ راح، 6 د ناقص 2 د يبقى 4 د، 18 ناقص 2 يبقى 16، على 4 فعل 1 على 4 فعل 4. كده يا باشمهندس جبنا الدال، تعالى نجيب الألف، تعالى نعوض في المعادلة دي، يبقى أ زائد 6 د اللي هي جبنا الدال ب 4 يبقى 4 في 6 24 بيساوي 18، ودي دي الناحية التانية يبقى الألف بيساوي 18 ناقص 24 اللي هي سالب 6. يبقى أنا بدأت سالب 6 والدال ب 4 يبقى أنا زيد ب 4، يبقى سالب 6 زود على 4 يبقى سالب 2 زود 4 يبقى 2 وهكذا زي ما انت كده ماشي. خلاص كنت طبعا حليت السؤال ده، وكنت حليت السؤال اللي بعده اهو، حتى هو متعلم عليه ولكن الكاميرا فصلت.
خير ان شاء الله. السؤال اللي بعده بيقول لي ح ن بيساوي متتبعه حسابيه فيها الحد الخامس اللي هو أ زائد الأربعة د، بيقول لي بيساوي 2، ماشي. والحد السابع اللي هو أ زائد الستة د بيساوي 8، اقول له حاضر. طيب تعالى نطرح كده، هي جاهزه، انا هطرح دي طبعا لان دي الكبيره، فاغير اشارات دي. أ مع سالب أ راح، 6 د ناقص 4 د يبقى 2 د، و8 ناقص 2 تديني 6، على 2 فال 1 على 2 فال 3 يبقى الدال ب3. طيب عوض لي في المعادله اللي فوق دي، يبقى أ زائد 3 في 4 ب 12 بيساوي ال 2، ودي ال 12 يبقى الأ بيساوي 2 ناقص 12 بسالب 10، يبقى المتتبعه هي سالب 10 أولي وبعد كده بزيد 3 يبقى سالب 7، سالب 3 بزيد 3 يبقى سالب 4، وهكذا. خلاص تمام. طيب عايز رتبة وقيمة، يبقى طالما رتبة يبقى أنا لازم أجيب الحاء نون. الحاء نون بيساوي اضرب الدال في النون، يبقى دي بالنسبة لي 3 نون، وبعد كده الألف اللي هو سالب 10 ناقص الدال، يبقى سالب 10 ناقص 3 اللي هو سالب 13، هو ده كده الحد العام بتاعي الذي يزيد عن 143، يبقى 3 نون ناقص 13 لازم يكون أكبر من 143، ودي 13 يعني 3 نون أكبر من 13 و143 اللي هي 156، صح كده؟ 3 و 3 6 تمام. اقسم على على ال 3 يبقى نون اكبر من 15 على 3 فال 5 و 6 على 3 فال 2، يعني نون اكبر من ال 52، يبقى هو رتبته الحد ال 53. هو عايز قيمته، يبقى ح 53 بتساوي 3 نون ب 53 ناقص الكام؟ ناقص ال 13، 3 في 3 ب 9 و 3 في 5 ب 15 ناقص ال 13، هتطلع معايا 146، يبقى هو الحد ال 53 وقيمته يا باشمهندس ب 146. السؤال اللي بعده بيقول لي في متتبعه حسابيه الحد الاول اللي هو أ ناقص الحد السادس اللي هو أ زائد الخمسة د، قال لك كل الكلام ده كده ب 25. طب تعالى نصفي دي، أ ناقص أ هيروحهم، وهنا يفضل لي سالب 5 د بيساوي 25، اقسم على السالب 5 هنا وهنا، يبقى الدال بيساوي 25 على سالب 5 بسالب 5، يبقى إذا الدال بكام؟ بسالب 5. الحد السابع اللي هو أ زائد الستة د، والحد الثامن اللي هو أ زائد السبعة د بيساوي 95. أ وأ يعني 2 أ، 6 د و7 د يعني 13 د بيساوي 95. خلي بالك إن أنت معاك الدال، يبقى 2 أ و13 في سالب 5 بسالب 65 بيساوي 95، ودي دي الناحية التانية، يبقى ال 2 أ بيساوي ال 5 بقت 100 يبقى 160. اقسم على الاثنين هنا والاثنين هنا، يبقى الألف ب 80، يبقى المتتبعة بتاعتي بدايتها 80 وبتقل 5 يبقى 75، وبعد كده 70، وهكذا. طيب عايز رتبة وقيمة أول حد سالب، يبقى لازم أجيب الحاء نون. الحاء نون قالت لك إيه؟ اضرب الدال في النون، يبقى سالب 5 في نون. الحد الأول ناقص الدال 80 ناقص ناقص 5 اللي هو بالنسبة لي 85، ده كده الحد العام. هو عايز رتبة أول حد سالب، يبقى أنا بالنسبة لي سالب 5 نون زائد يا باشمهندس بالنسبة لي كام؟ ال 85. هقول إن هي إيه يا باشمهندس؟ هتبقى بالنسبة لي أقل من الصفر، صح؟ لأن هو عايز رتبة وقيمة أول حد سالب، تمام. هودي ال 85 يبقى سالب 5 نون أقل من سالب 85، هشيل السالب المتباينة هتتغير، يبقى ح نون أكبر من 85، اقسم على 5 يبقى نون أكبر من 85 على 5، 8 على 5 فال 1، ويفضل 35 على 5 فال 17، يبقى نون أكبر من 17 يبقى هو الحد ال 18. طيب هو عايز قيمته، يبقى أنا هجيب ح 18 يبقى يساوي سالب 5 في 18 زائد 85. طب 5 في 8 ب 40 ومعايا ال 4 يبقى 90، يبقى دي سالب 90 زائد 85 تطلع بسالب 5، يبقى هو الحد 18 ورتبته سالب 5. خلاص ده بالنسبه كده للسؤال ده. تعال نشوف يلا اللي بعده. رقم 18 بيقول لي اوجد المتتبعه الحسابيه التي مجموع حديها الخامس اللي هو أ زائد 4 د والعاشر اللي هو أ زائد 9 د بيساوي 22، أ وأ يبقى 2 أ، 4 د و9 د يبقى 13 د بيساوي 22. طيب وحدها الثامن اللي هو أ زائد 7 د بيساوي 3 أمثال حدها الرابع، يعني 3 في أ زائد 3 د. طيب يبقى الأ زائد 7 د بيساوي أدي 3 أ، و3 في 3 يبقى 9 د، جميل جدا. طيب هودي هنا بالنسبة لي الأ يبقى بالنسبة لي 2 أ، وهودي 7 د بالسالب يبقى زائد 2 د بيساوي صفر. طيب لو قسمت على الاثنين يبقى أ زائد الدال بيساوي صفر.
طب ما ده معناه ان الالف بيساوي السالب د، تمام. فانا ممكن اشيل الالف ده يا باشمهندس واحط سالب 2 د، ومعايا موجب 13 د بيساوي 22. يبقى بالنسبه لي ال 11 د ب 22، على 11 فعل 1 على 11 فعل 2 يبقى الدال ب2. عوض لي بقى وخلاص، ممكن نجيب الالف من هنا، ان الالف بيساوي سالب الدال، يبقى الالف بسالب 2. يبقى المتتبعه بتاعتي يا باشمهندس هي سالب 2، وبعد كده الدال ب2، يعني بزود 2 يبقى 0، زود 2 يبقى 2، زود 2 يبقى 4، وهكذا زي ما انت ماشي. يبقى انت كده جبت المتتبعه بتاعتك. خلاص اللي بعده رقم 19 بيقول لي اوجد المتتبعه الحسابيه التي حدها السادس 20، يبقى الف زائد 5 د بيساوي 20. النسبة بين الحد الرابع يعني أ زائد 3 د على الحد العاشر اللي هو أ زائد 9 د بيساوي 4 إلى 7. اضرب مقص يا باشمهندس، يبقى 7 في أ زائد 3 في 7 ب 21 بيساوي 4 في أ ب 4 أ، و4 في 9 ب 36 د. طيب تعالى نودي الأربعة أ يا باشمهندس، طبعا دي 21 د. الأربعة أ هتروح، يبقى بالنسبة لي 7 أ ناقص 4 أ اللي هي 3 أ. طيب لو وديت ال 21 الناحية التانية يبقى 36 ناقص 21 يديني 15 د. على 3 فعل 1 على 3 فعل 5 أصبح إن الألف بيساوي 5 د، ودي علاقة جميلة جدا جدا. هشيل الألف وأحط 5 د، يبقى 5 د زائد 5 د بيساوي 20. يبقى أنا بالنسبة لي ال 10 د بيساوي 20 على 10 فعل 1 على 10 فعل 2، يبقى الدال ب2. طب ما هو الألف 5 د، يعني الألف بيساوي 5 في 2 ب10. يبقى المتتبعة أول 10 وبزيد 2، يبقى 10 12 14 وهكذا، ويبقى هي دي كده المتتبعة بتاعتي. خلاص اللي بعده رقم 20 يا باشمهندس بيقول لي أوجد المتتبعة الحسابية التي مجموع حديها التاني، يبقى أنا بالنسبة للحد التاني اللي هو أ زائد الدال، والحد الخامس اللي هو أ زائد 4 د، قال لك إن هو بيساوي 4. أ و أ يبقى 2 أ، د و 4 د يبقى موجب 5 د بيساوي 4، جميل. وحصل ضرب حديها، الحد التالت اللي هو أ زائد 2 د، لما أضربه في الحد السادس اللي هو أ زائد 5 د، قال لك إن الناتج بيساوي 7، تمام. خلي بالك إن أنت عندك ضرب وعندك مجاهيل كتير وهيطلع دال تربيع، فيفضل إن أنت تجيب حاجة بدلالة حاجة. أنا دلوقتي معايا 2 أ زائد 5 د بيساوي 4، تمام. طيب لو أنا جبت ال 5 د بتساوي كام؟ مش هعرف أعوض عن ال 2 د دي، فأنا ممكن أجيب هنا الألف بدلالة الدال. يعني إيه؟ هقول 2 أ بيساوي، هودي ال 5 د، يعني 4 ناقص 5 د، هقسم على ال 2، يبقى الألف بيساوي 4 ناقص 5 د على ال 2. يبقى دي بالنسبة لي يا باشمهندس، هشيل الألف وأحط 4 ناقص 5 د على 2 زائد 2 د، مضروبة في الألف برضو اللي هو 4 ناقص 5 د على 2 زائد 5 د، كل ده بيساوي 7. بدل ما اقعد اضرب الأول في الأول، أحاول أوحد المقامات. ركز كده معايا، لو أنا وحدت المقام هنا ب2 يبقى دي 4 ناقص 5 د، وهنا بالنسبة لي هيبقى 2 على 1 فعل 2، 2 في 2 د بموجب 4 د. ده كده القوس الأول. طيب القوس التاني نفس الفكرة يا باشمهندس، أوحد المقام ب2، يبقى 4 ناقص 5 د هنا المقام 1، يبقى 2 في 5 د بموجب 10 د، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 7، تمام. يبقى هنا 4 وسالب 5 د وموجب 4 د، يعني 4 ناقص الدال، كل الكلام ده على 2 طبعا، مضروبه في هنا برضو هيبقى 4 وموجب 5 د، يبقى 4 زائد 5 د، كل الكلام ده على الاثنين بيساوي 7. لو عايز اخلص من الاثنين دول اضرب في 4 هنا و4 هنا، فدي هتطير، ويفضل هنا 4 في 7. يبقى بالنسبة لي ممكن اضرب بقى القوسين دول، 4 في 4 في 16، و4 في 5 د ب 20 د، وسالب د في 4 بسالب 4 د، وسالب د في 5 د بسالب 5 د تربيع، و4 في 7 ب 28، تمام. هنظبط المعادلة دي، هنودي ال 28 هنا، ولا خليها، ودي السالب 5 د يبقى موجب 5 د تربيع. ومعايا 20 د ناقص 4 د، يعني 16 د، لما يروح الناحية التانية يبقى سالب 16 د، وهنا 16 هتروح بالسالب، يبقى 28 ناقص 16 اللي هي موجب 12، كل ده بيساوي الصفر. طبعا دي هتتحلل أكيد، يعني طالما في متتابعتين بيساوي صفر. طبعا دي الخمسة د ما لهاش إلا 5 د في د، والأخير موجب، يبقى الإشارتين شبه اللي في النص، بالنسبة لي سالب. عددين ضربهم 12 مجموعهم 16، صح؟ لو انا حطيت هنا 2 وهنا 6 يبقى 2 في 5 ب 10، وكمان 6 يبقى 16. يبقى من هنا يا باشمهندس الدال هتطلع ب موجب 6 على 5، ومن هنا الدال هتطلع ب موجب بالنسبه لي 2.
طيب انا كده جبت الدال، هبدا اروح اجيب قيمه الالف. خلاص خلي بالك لان المساله لسه ما خلصتش. هجيب قيمه الالف، انا طلعت اصلا ان الالف بيساوي كام؟ الالف بيساوي اهو 4 ناقص 5 دال. طيب لما اعوض ادي 4 ناقص 5 في الدال اللي هي 6 على 5 على 2، دي هتطير مع دي، يبقى 4 ناقص 6 سالب 2، وسالب 2 على 2 يبقى سالب 1. يبقى دي اول قيمه للالف. طيب والقيمه الثانيه للالف هيبقى 4 ناقص 5 في 2، 5 في 2 ب 10، ويبقى بالنسبه لي 4 ناقص 10 بسالب 6، يعني سالب 6 على 2 اللي هي بالنسبه لي سالب 3 على ال 2. يبقى انا كده جبت ان الالف بسالب 1 والالف بسالب 3 على 2، صح يا باشمهندس؟ طيب تمام. في حاله ان الالف كان بسالب 1، الدال عندي بسالب 6 على 5، ما تنساش المعلومه دي، او لا بموجب 6 على 5. طيب والحاله الثانيه ان احنا طلعنا فيها الدال ب 2، احنا قلنا هنا 4 ناقص 10 دال يبقى سالب 6 دال، سالب ثواني سالب 6 على 2، سالب 3 على 2 ازاي؟ سالب 3. والحاله الثانيه اللي فيها سالب 3 الدال هنا ب 2 بس، يبقى انا معايا كام متتابعه؟ 2. جميل، تعالى نبدا المتتابعه دي. يبقى هي اولنا هنا سالب 1، بعد كده هزود 6 على 5، اللي هي هزود 1 يبقى 0، وكمان 5 يبقى 5، زود 6 على 5 يبقى 7 على 5 وهكذا. والحالة دي أولنا سالب 3 وبزود 2، يبقى سالب 3 سالب 1 وهكذا للنهاية. يبقى أنا كده جبت له المتتبعتين اللي هو عايزهم، ودي برضو مسألة جميلة جدا جدا يا باشمهندس. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ح ن متتبعة فيها ح 2 يعني أ زائد بالنسبة لي الدال، أ متأكد بس الكاميرا شغالة تمام، أ زائد الدال زائد ح 4 اللي هو أ زائد الثلاثة دال بيساوي 42. هنا 2 أ زائد 4 د بيساوي 42 على 2 فعل أ على 2 فعل 2 د على 2 فعل 21، ده أول علاقة. قال لك إن الحد الثالث، الحد الثالث اللي هو بالنسبة لي إيه؟ أ زائد ال 2 د مضروب في الحد الخامس اللي هو أ زائد ال 4 د بيساوي 315. لو أنت ملاحظ دي أ زائد 2 د صح؟ يعني ممكن نشيل الألف زائد 2 دي الدال دي ونحط 21، يبقى 21 في ألف زائد الأربعة دال بيساوي 315. هل ال 315 بتقبل على 21؟ تعال نشوف 315 على 21 فال 15، ده مسألة جميلة جدا. يبقى ألف زائد أربعة دال بيساوي 15، تعال نحطها هنا، ألف زائد أربعة دال بيساوي كام؟ 15. تعال نطرح من اللي فوق، أ ناقص أ راحت، 4 د ناقص 2 د يبقى 2 د، 15 ناقص 21 يديني سالب 6، على 2 فعل 1 على 2 فعل سالب 3 يبقى الدال بسالب 3. جبت الدال بسالب 3، تعالى نجيب الألف، يبقى أ وهنا 4 في سالب 3 بسالب 12 بيساوي 15، وأدي دي الناحية التانية، يبقى الألف بيساوي 15 و12 27، يبقى أنا أولي 27 وباقي لي 3، يبقى 24 21 وهكذا. يبقى هي دي كده المتتابعه بتاعتي. خلاص طبعا دي اسهل من المساله اللي فاتت بكتير جدا لان تعوضها مباشر على طول. رقم 22 بيقول لي متتابعه حسابيه تزايديه، ده معناه ان الدال اكبر من الصفر. مجموع حديها الثاني اللي هو ا زائد الدال، وحديها الثالث اللي هو ا زائد ال2 دال بيساوي 15. ا و ا 2 ا د و2 د 3 د بيساوي كام؟ 15. مربع حدها الخامس اللي هو أ زائد الأربعة د الكل، صح؟ ومربع حدها الخامس الكل تربيع بيساوي كام؟ 225. طيب خلي بالك أنت لو اشتغلت كده زي المسألة اللي هي كانت رقم 20، هتلاقي المسألة عمالة تكبر منك، فدايما الأسهل هات الألف بدلالة حاجة، فاهمني؟ يعني مثلا تعالى نحاول نجيب الألف، يبقى 2 أ بيساوي، ود ال 15 يبقى دي 15 ناقص 3 د. ممكن من هنا ناخد التلاتة عامل مشترك كمان، خلي بالك يبقى دي تلاتة في خمسة ناقص الدال كده، واقسم على الاتنين بقى عشان دي الاتنين ألف، عشان اقسم على الاتنين يبقى دي بالنسبة لي تلاتة على اتنين في خمسة ناقص دال، فهمتني؟ جميل جدا. يبقى أنا يا باشمهندس ممكن أقوم رايح هنا بقى وأشيل الألف وأحط إيه؟ تلاتة في خمسة ناقص الدال على الاتنين زائد أربعة دال. أصبر أنا لسه مخلصتش، أنا هوحد المقام بكام؟ باتنين، فيفضل لي او سيبها بقى يا عم 15 ناقص 3 د، مش سهل قوي الفك ده. وهنا بالنسبه لي هيبقى 2 على 1 فعل 2، و2 في 4 د يبقى موجب 8 د. الله ينور عليك. طيب 15 و 15 زي ما هي
سالب 3 د وموجب 8 د يبقى موجب 5 د على الاثنين، صح يا باشمهندس؟ دي كده بالنسبه لي انا قدرت اجيب اللي جوه القوس اللي هو بالرقم ده. لو انا خدت الخمسه عامل مشترك هيفضل لي كام؟ 3 زائد الدال، طبعا 5 على 2 الكل ايه؟ الكل تربيع، ده اللي جوه القوس اصلا. ممكن بقى اربع ال 5 على 2 دي في جنب لوحدها يا باشمهندس، فاهمني؟ وهو بيقول لك اصلا التربيع 25، فمش فارقه، 5 تربيع ب 25 و2 تربيع ب 4، كل الكلام ده في 3 زائد الدال الكل تربيع بيساوي 225. طيب هضرب الطرفين في 4 على 25 عشان اخلص من دي، فده هتروح مع دي وده هتروح مع دي، هيفضل لي 3 زائد الدال الكل تربيع بيساوي هنا على 25 في الواحد 225 على 25 فيها 9، يبقى 4 في 9 في 36. جميل جدا، هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل الاس، يبقى 3 زائد د، خلي بالك ده رمز، يبقى موجب او سالب 6، بس هو قال لي تزايديه، فانا هاخد الحاله اللي الدال تطلع فيها موجبه، يبقى 3 زائد د مره هتساوي موجب 6 و3 زائد د مره هتساوي سالب 6. هودي هنا ال 3 يبقى الدال بتساوي 6 ناقص 3 في 3، مش محتاج اكمل دي التزايديه. طب من هنا هودي الدال يبقى 3 الدال بتساوي سالب 6 وسالب 3 سالب 9، ده مرفوض. يبقى انا جبت الدال ب 3، تعالى بقى نجيب الالف، ما هو العلاقه اهي، يبقى الف بتساوي 3 في 5 ناقص 3 اللي هي بالنسبه لي 2 على 2، يبقى ال 2 هتروح مع ال 2 يبقى 3. يبقى المتتابعه اولي 3 وبزيد 3 لان الدال ب 3، يبقى 3 6 9 وهكذا يا باشمهندس، ويبقى انا كده حليت مسالتي بكل سهوله. خلاص هو اللعب هنا بقى عمال يلعب لك في الرياضيات، فاهم؟ هو عايز يعني يجدد لك افكار المسائل فبيلعب لك في الرياضيات، فالموضوع سهل بامر ربنا. رقم 23 بيقول لي متتابعه حسابيه حدودها موجبه. يبقى الحدود بتاعتي مالها؟ موجبه، يعني دي بالنسبه لي المتتابعه كلها حدود موجبه. حاصل ضرب حديها الاول، الاول اللي هو الف مضروب في الحد الرابع اللي هو ألف زائد التلاتة د بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 45. سيبها دلوقتي كده ما تفكهاش، هنشوف هنحتاجها ولا لأ. وحاصل ضرب الحدين التالت اللي هو ألف زائد الاتنين د، اتنين مضروب في الحد العاشر اللي هو ألف زائد التسعة د يزيد. طالما كلمة يزيد بنترجمها كده زي ما بنقول له بتوع تالتة إعدادي بناقص، يعني ده الكبير، يبقى الكبير ناقص الصغير يساوي الناتج. هنحصل ضرب الحدين الرابع والسابع، شفت هو عمال ايه يكبر لك في الكلام، الرابع اللي هو ألف زائد 3 د والسابع اللي هو ألف زائد 6 د، قال لك بمقدار كام؟ بمقدار 24، والله ينور عليك. فغالبا كده كده هنفك دي ألف في ألف بألف تربيع، و3 ألف د بيساوي 45، الله أكبر، تمام. دي بقى نفك وركز بقى معايا، ألف في ألف بألف تربيع، هنا 2 ألف د و9 ألف د يبقى موجب 11 ألف د زائد 2 في 9 ب 18 د تربيع، خلي بالك السالب هيخش على القوس. أ في أ بأ تربيع، هنا 3 وهنا 6 يبقى 9 أ د، و3 في 6 يبقى 18 د تربيع بيساوي 24، تمام. طيب خلي بالك بقى من حاجة مهمة، دي هتبقى أ تربيع موجب 11 أ د موجب 18 د تربيع، سالب أ تربيع ناقص 9 أ د ناقص 18 د تربيع بيساوي 24. الألف تربيع مع السالب أ تربيع، ال 18 د تربيع مع سالب 18، هنا 11 أ د ناقص 8 أ د يبقى يديني 3 أ د بيساوي 24. على 3 في 1 على 3 في 8 يبقى الألف د يساوي 8. طب ما دي 3 أ د يبقى الألف تربيع زائد الألف د الواحدة ب 8، يبقى 3 في 8 ب 24 بيساوي 45، يبقى الألف د بيساوي 45 ناقص 24 اللي هي 1 و4 ناقص 2 2، يبقى ده بالنسبة لي كده الألف تربيع بيساوي 21، ولا إيه؟ أعتقد عندنا حاجة غلط، لأن لازم هنا الألف لما ناخد له الجذر يطلع عدد صحيح، تمام؟ تمام. طيب تعالى نراجع كده، هنا 2 وهنا 9 يبقى 11 وهنا 18 وهنا 18، جميل جميل. طيب قلنا ألف تربيع ناقص 11، 11 ناقص 9، هي الغلطة، 11 ناقص 9 أنا عاملها 3 وهي 2، يبقى 2 ألف د بيساوي 24، هنقسم على 2 يبقى الألف د بيساوي 12. يبقى دي بالنسبة لي بقى يا باشمهندس، سيبك من الكلام ده، يبقى هنا الألف تربيع والألف د ب 12، يعني ألف تربيع زائد 3 في 12 ب 36، يبقى ألف تربيع زائد 36 بيساوي 45، ودي 36 يبقى الألف تربيع بيساوي 45 ناقص 36 اللي هي 9، خد الجذر
يبقى الالف بموجب او سالب 3. بس خلي بالك ان السالب مرفوض لان هو قال لك حدودها موجبه، يبقى انا اولي 3. طب الدال، ما هو الالف في دال ب 12، يبقى الدال بتساوي 12 على 3 فعل 4، يبقى هي بتزيد 4، يبقى 3 7 11 وهكذا. خلاص، دي برضو مسائل جميله وفيها شغل جميل جدا جدا. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي متتبعه حسابيه عدد حدودها 21 حد، يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس ان النون بتاعتي كام؟ ب 21. قال لك حدها الاوسط، يبقى انا بالنسبه لي الحد الاوسط بيساوي 32. طب هو الحد الاوسط ده اللي هو مين؟ انا لو معايا 21 قال لك نقص منها واحد واقسم على 2، يبقى انا بالنسبه لي زود عليها واحد واقسم على 2 عشان تجيب الحد الاوسط. يبقى 21 زائد 1 22 على ال 2، يبقى الحد الاوسط هو ال 11. ليه؟ لان ال 21 دي هي عباره عن الحد ال 11 قبليه 10 وبعديه 10، فزود 1 واقسم على 2 تجيب الحد الاوسط. يبقى الحد ال 11 ده هو الحد مين؟ الحد الاوسط. جميل؟ وقال لك ان هو بيساوي 32، فده معناه ان ا زائد ال 10 د بيساوي كام؟ بيساوي 32. دي كلها معلومات، تمام؟ وقال لك ان مجموع حدودها الثلاثه الاخيره، خلي بالك هما 21 حد، يبقى الحد الأخير اللي هو أ زائد 20 د، وبعد كده الحد ال 20 اللي هو أ زائد 19 د، والحد اللي قبليه اللي هو أ زائد 18 د، قال لك بيساوي كام؟ 177. طيب أ وأ وأ يبقى دول 3 أ، 19 و 18 37 و 20 يبقى موجب 57 د، بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 177. 7 و 7 14 و 1 15 دي بتقبل على 3، و 7 و 5 12 برضه بتقبل على 3، اقسم على 3، يبقى دي ألف. 5 على 3 فال 1، يفضل 2 27 على 3 فال 19 د، هنا 17 على 3 فال 5، ويفضل 2 27 على 3 فيها 9، يبقى دي أ زائد 19. طب أنا معايا معادلة تانية، خلاص الموضوع بقى سهل، يبقى أ زائد 19 د بيساوي 59، ومعايا أ زائد ال 10 د بيساوي 32. اتفضل اطرح، غير إشارة اللي تحت. ده هيروح 19 د ناقص 10 د يبقى 9 د، 59 ناقص 32 يبقى 27 على 9 فعل 1 على 9 فعل 3، يبقى إذا الدال تساوي 3. يبقى أنا كده يا باشمهندس جبت قيمة الدال ب 3، هات لي قيمة الألف عوض في أي واحدة يا عم. أهي أ زائد 10 د يعني 3 في 10 ب 30 بيساوي 32، ودي 30 يبقى الألف بيساوي 32 ناقص 30 ب 2. متتابعة أولها 2 بتزيد 3، يبقى 2 5 8 وشكرا على كده. خلاص اللي بعده. رقم 25 بيقول لي أوجد المتتابعة الحسابية التي مجموع حديها الثاني، الثاني اللي هو أ زائد الدال، والثالث اللي هو أ زائد كام الثالث، يبقى 2 د بيساوي سالب 7. يبقى هنا 2 أ وموجب 3 د بيساوي سالب 7، ومجموع المربع بتاع الاثنين ده بالنسبة لي 27. خلي بالك مربع الاثنين اللي هو أ زائد الدال الكل تربيع، زائد هنا بالنسبة لي الألف زائد الاثنين دال الكل تربيع بيساوي 29. لو أنت اشتغلت على كده المسألة هتلص منك وتكبر منك. دايما هنا في المتتبعات حاول تجيب الألف بدلالة الدال دايما، ووحد المقام، وبعد ما توحد المقام اتفضل اجمع عشان الموضوع يبقى سهل عليك. تمام؟ تمام، يلا كده بالراحة عشان ما نغلطش. ادي الاثنين ألف، هودي الثلاثة دال الناحية التانية، يبقى سالب 7 ناقص 3 دال، هقسم على الاثنين، يبقى الألف بيساوي سالب 7 ناقص 3 دال على الاثنين. هشيل الألف، يبقى سالب 7 ناقص 3 دال على الاثنين زائد الدال، خلي دي مقامها واحد، هوحد وبعد كده احط التربيع، حط هنا الاثنين، وادي سالب 7 ناقص 3 دال، و2 على الواحد فقال 2 و2 في دال، يبقى موجب 2 دال. ده كده الحد الأول تربيع، زائد الحد الثاني سالب 7 ناقص 3 دال على الاثنين زائد 2 دال طبعا على واحد. طيب دلوقتي هوحد برضو المقام، يبقى المقام ب 2، يبقى دي سالب 7 ناقص 3 دال، وهنا 2 على الواحد فقال 1، 2 في 2 دال بموجب 4 دال، كل الكلام ده تربيع بيساوي 29. طيب الوقت هجمع، يبقى سالب 7 ماليش دعوة بيها، سالب 3 د وموجب 2 د يبقى سالب د، طبعا الكلام ده على 2 الكل تربيع. طبعا لو خدت سالب عامل مشترك خلي بالك من هنا هتبقى بالنسبة لي 7 زائد د، والسالب مع الأس الزوجي ملوش لازمة، يبقى تخيل دي كأنها 7 زائد د عادي جدا، زائد سالب 7 برضه هنا بالنسبة لي، وسالب 3 د وموجب 4 د يعني موجب د، ممكن نخليها د ناقص 7 عشان نربع على طول بقى، على الاثنين الكل تربيع بيساوي 29. ركز بقى معايا وانا بربع هنا.
دي اتفقنا ان هي 7 زائد د يبقى مربع الاول 49، 2 في الاول في الثاني يبقى 14 د زائد د تربيع على 2 تربيع اللي هي 4 زائد هنا دي د ناقص 7 يبقى د تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني 14 د والاخير تربيع بموجب 49 طبعا على الاربعة برضو بيساوي 29. صح يا باشمهندس؟ خلي بالك ان المقام هنا متوحد باربعة. طيب يبقى هنا بالنسبة لي د تربيع ود تربيع يبقى 2 د تربيع، 14 د وسالب 14 د توكلوا على الله، 49 و49 يبقى بالنسبة لي 98. 98 بس صح، الدالات راحت، بيساوي كام؟ بيساوي 29. اتفضل اضرب مقصك، خد الاثنين عامل مشترك براحتك خالص، ممكن من هنا ناخد الاثنين عامل مشترك فيفضل لي د تربيع زائد 48 صح ولا 49؟ 49 على الأربعة، الاثنين فعل واحد على الاثنين فعل اثنين بيساوي 29. يبقى بالنسبة لي د تربيع زائد 49 بيساوي 2 في 29 يبقى 58، ودي دي الناحية التانية يبقى د تربيع بتساوي 58 ناقص 49 بموجب 9، خد الجذر يبقى د بتساوي موجب أو سالب 3. طيب هو عايز موجب أو سالب 3، أنا معرفش بقى، فأنا هجيب الألف بدلالة دي. خلي بالك علاقة الألف لسه أهي، بس عشان مسألة طولت قوي، الألف إحنا جايبين علاقته فوق أهو يا باشمهندس، إحنا طلعنا خلاص د بتساوي كام؟ موجب أو سالب 3، والألف أهو يا باشمهندس أعوض عنه بقى مرة ب 3 يبقى سالب 7 ناقص 3 في 3 اللي هي سالب 7 ناقص 9 يعني سالب 16 على الاثنين يعني الألف بسالب 8. طيب دي في حالة إن الدال كانت بموجب 3، طيب الدال بسالب 3 يبقى الألف هيساوي سالب 7 وسالب 3 في موجب في سالب 3 بموجب 9، سالب 7 موجب 9 يبقى 2، يبقى 2 على 2 فعل 1. يبقى خلاص يا باشمهندس هما دول كده المتتابعتين بتاعتنا. معانا متتابعة أولها سالب 8 وبتزيد 3 يبقى سالب 8 سالب 5 سالب 2، ومعايا متتابعة تانية أولها الواحد وبتقل سالب 3 يعني سالب 2 سالب 5 وهكذا، ويبقى هما دول كده المتتابعتين بتوعي. مفهومة؟ مفهومة. اللي بعده بيقول لي أربعة أعداد تكون متتابعة حسابية، دي بقى الملحوظة اللي أنا قلتها لك في الدرس وفهمتك هي جت منين عشان ما تحفظهاش بس. أربع أعداد يبقى أ ناقص التلاتة د، وقلت لك هي من فكرة الوسط، ومعايا أ ناقص الدال ومعايا أ زائد الدال ومعايا أ زائد التلاتة د، وقلت لك دي بتحقق الشرط إن الوسط بيساوي مجموع الاتنين دول على اتنين، الوسط بيساوي مجموع الاتنين دول على اتنين. فهمتك فكرتها خلاص بتيجي منين؟ فقال لك إن مجموع أربعة أعداد حسابية متتابعة حسابية مجموعها 36، يبقى أنا مجموع الأعداد دي كلها بتساوي كام؟ 36. طيب أنت معاك أ وألف وألف، يبقى بالنسبة لي أد 4000. سالب 3 د وسالب د سالب 4 د، ود و3 د 4 د، فسالب 4 وموجب 4 راح. قال لك بيساوي 36، شكرا لحضرتك، على 4 فعل 1 على 4 فعل 9، الألف بيساوي 9. ومجموع مربعاتها 344، ده بقى كده بالنسبة لي راجل فاضي. إزاي؟ ألف ناقص 3 د الكل تربيع، زائد ألف ناقص د الكل تربيع، زائد أ زائد الدال الكل تربيع، زائد أ زائد التلاتة دال الكل تربيع، وده كده فاضي عشان يحط لك مسألة كده خلاص. ولكن يلا حاول نشتغل كده وبإذن الله ما نغلطش. مربع الأول أ تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني يبقى 6 أ دال، والأخير تربيع 9 دال تربيع، شكرا. هنا الأول تربيع بأ تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني ب 2 أ دال زائد الأخير تربيع. هنا الأول تربيع أ تربيع زائد 2 في الأول في الثاني زائد الأخير تربيع، هنا الأول تربيع زائد 2 في الأول في الثاني موجب 6 أ د، الأخير تربيع ب 9 د تربيع. طيب أ تربيع وأ تربيع وأ تربيع وأ تربيع، فدول مبدئيا 4 أ تربيع، واشطبل عليهم كده عشان ما ناخدهمش. سالب 6 أ د في 6 أ د، في سالب 2 أ د في موجب 2 أ د، شكرا. 9 د تربيع ود تربيع يبقى انا كده معايا 10 وكمان واحده 11 وكمان واحده وكمان 9 يبقى 20 د تربيع، كل ده بيساوي 344. تمام. طيب هل 344 بتقبل على 4؟ 344 على ال 4 جميل جدا، نقسم المعادله ده 4، يبقى الالف تربيع زائد ال 5 د تربيع بتساوي 86، قسمت المعادله كلها على 4. طب ما انت معاك الالف بتسعة، يبقى انا بالنسبة لي 81، لان 9 تربيع 81 زائد 5 د تربيع بيساوي
86. الله ينور. ودي دي الناحية التانية، يبقى أنا بالنسبة لي الخمسة دلتا تربيع بتساوي 86 ناقص 81 اللي هي بالنسبة لي كام؟ اللي هي بالنسبة لي خمسة. الخمسة هتروح مع الخمسة، يبقى الدال تربيع بتساوي 1، يبقى إذن الدال بتساوي موجب أو سالب 1. خلاص تمام جدا. طيب هو هنا قال لك مجموع الأعداد، فنعوض عن الدال هنا ونجيبكم الألف أصلا بتسعة بالنسبة لي، والدال بالنسبة لي بموجب 1، بس هو عايز الأعداد على فكرة، يعني أنت عوض هنا عن الأعداد دي. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. تعال نعوض بقى، الألف بتسعة ناقص 3 في دال، يبقى 9 ناقص 3 تديك 6. وهنا بالنسبة لي 9 ناقص 3 بالنسبة لي كام؟ هتديك 6 تاني. طب ما انت 9 ناقص 1 معذرة 8، احنا ماشيين بالموجب الوقت. وهنا 9 زائد الدال اللي هي 9 زائد 1 يبقى 10. وهنا بالنسبة لي 9 زائد 3 في 1 اللي هي 12. طيب لو مشينا بالسالب يعني سالب 1، يبقى هنا بالنسبة لي 9 زائد 3 هتديك كام؟ 9 زائد 3 12. ولو هنا مشينا برضه بالسالب يبقى 9 ناقص ناقص 1 تديك 10. هتلاقي ان المتتابعة ماشية بالعكس، ولكن هما هيظلوا نفس الارقام، يبقى الارقام هي 6 8 10 12. مفهومة؟ مفهومة بإذن ربنا. رقم 27 بيقول لي اذا كان مجموع ثلاثة اعداد تكون متتابعة حسابية. قلنا ثلاثة اعداد دي سهل، الالف في النص، واللي قبليه الف ناقص الدال، واللي بعديه الف زائد الدال. ده بيحقق الشرط ان اللي في النص بيساوي مجموع الاثنين دول على الاثنين زي ما قلت لك في حصة الشرح. قال لك ان مجموعهم 33، فالف والف والف دول بالنسبه لي 3 الف، والسالب دال مع الموجب دال، وقال لك دي بتساوي 33. 3 في 1 على 3 في 11، الالف بيساوي 11. شكرا لحضرتك. حصل ضربهم، فانا هخلي الالف ناقص الدال مضروبه في الالف زائد الدال، ده الفرق ما بين مربعين، مضروبه في الالف بيساوي 7 9 2. دي بالنسبه لي الف تربيع ناقص الدال تربيع مضروبه في الالف بيساوي 7 9 2. هيبقى بالنسبه لي دي الف تكعيب، ولا تيجي نعوض بالالف بقى بالمره؟ خلاص تعالى نعوض بالالف، يبقى الف تربيع ناقص دال تربيع في 11 بتساوي 7 9 2. يا سلام لو دي بتقبل على 11، 7 9 2 على 11 ب 72. جميل جدا. يبقى الف تربيع ناقص الدال تربيع بيساوي 72، عوض عن الالف ب 11، يبقى 11 تربيع ب 121 ناقص الدال تربيع بيساوي 72. الله ينور. طيب الدال تربيع هنوديها الناحية دي ونجيب ال 72 الناحية دي، يبقى دال تربيع بتساوي 121 ناقص 72. 121 ناقص ال 72 ب 49، الدال تربيع ب 49. خد الجذر هنا وهنا، يبقى الدال بموجب أو سالب 7، وأنت معاك الألف، يبقى ألف زائد ناقص 7 يبقى متهيألي موجب 2، صح؟ تمام. بعد كده الألف ب 11، 11 ناقص 7 4. بعد كده 11، بعد كده 11 زائد 7 18. طب لو عوضنا بالسالب هتطلع لك الارقام بالعكس ازاي؟ هيبقى 11 ناقص ناقص 7 18، وبعدها 11 وبعدها 4. فانت دايما تعرف ان الارقام هتطلع مره بالعكس، يبقى انت بالنسبه لك هو ده كده الحل بتاعك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد الاعداد المحصوره بين، ركز بقى معايا، 110 و450، واللي بيقبل القسمه كل منها على كام؟ على 11. خلاص تمام. يلزمك تعرف الرقم الاول وبعد كده تزود 11. طيب انت عندك 11 في 10 ب 110، هو عايز، مش عايز ال 110، يبقى الرقم اللي بعده هو 11 في 11، يبقى انت اول رقم بيقبل على ال 11 اللي هو 121. خلاص. طيب الرقم اللي بعده هيزود على 11 يبقى 132، وهنفضل ماشيين. تعالى بقى للاخر، انا دلوقتي لو انا ذكي هقوم جايب الاله كده واقوم عامل 450 على 11، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 40 وشويه. يبقى انت دي بالنسبه لك اخر رقم هيبقى 40 في 11 اللي هو 440. يبقى انت عرفت كده ان اخرك في المتتبعه دي هي 440، يبقى انت كده جبت المتتبعه بتاعتك. طيب هو عايز عدد الاعداد المحصوره، يعني عايز عدد الحدود، فانا هجيب الحد العام. الحد العام بيساوي الدال، ما هي الدال ب 11 اللي هو مقدار الزياده 11 في نون، زائد الحد الاول اللي هو 121 ناقص الدال 121 ناقص ال 11 يطلع لك موجب 110. طب ما هو الحد الاخير 440، يبقى 440 بيساوي 11 نون زائد ال 110. ودي دي الناحيه دي، يبقى 440 ناقص 110 تطلع 330 بتساوي 11 نون، اقسم على ال 11
33 على 11 في 3 يبقى نون بتساوي 30. يبقى انا بالنسبه لي هم 30 رقم محصور يا باشمهندس، ودي كده قدرنا نحلها بموضوع المتتابعه. وخلي بالك ده تطبيق مهم جدا على فكره المتتابعه، لازم تكون عارف. خلاص يا باشمهندس، جميل. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. طيب كده الورقه دي تمام، تعالى بقى نشوف اللي بعده. خلاص ما عادش كتير. الباقي اوساط حسابيه مش هنحله في حصه النهارده، هننزله معك جزء الاوساط الحسابيه باذن الله. بيقول لي متتابعه حسابيه حدها الاول ب 3، اتفضل الالف ب 3، وقال لك ان ح ن بيساوي 39 وح 2 ن بيساوي 72. يا عم انت هتشغل دماغك ليه؟ هو ح ن ده عباره عن ايه بس؟ هي دي الفكره، السؤال ده تطرحه في دماغك. والله يا باشمهندس عباره عن الف زائد ن ناقص الواحد في الدال. طب ما انت شاطر اهو، فايه مشكلتك؟ ده انت معاك الالف كمان، حطه ب 3 يا عم. يبقى 3 زائد ن ناقص الواحد مضروبه في الدال بيساوي 39. ممكن اودي 3 الناحيه الثانيه؟ تمام. وتضرب النون في الدال، الله ينور عليك، نون في دال بنون دال ناقص واحد في دال بدال هيساوي 39 ناقص 3 اللي هي 36. ادي معادله يا عم. بيقول لك ح 2 نون، ركز بقى معايا، هتبقى دي الف زائد قلنا الرقم اللي تحت اللي هو 2 نون لازم انقص منه واحد مضروب في الدال بيساوي 79. طب ما هو لسه الالف ب 3 والله. زائد 2 نون ناقص الواحد في الدال بيساوي 79. وادي 3 الناحيه الثانيه واضرب النون هنا في الدال، يبقى 2 نون دال ناقص واحد في دال بدال بيساوي 79 ناقص 3 76. الله ينور عليك، دي معادلة ودي معادلة يا باشمهندس، صح؟ تمام. طب ما تيجي نحطهم تحت بعض، يبقى دي 2 نون دال ناقص دال بيساوي 76. وتعالى نطرح كده، غير إشارات، دي سالب، دي هتبقى موجب، دي سالب. هنا 2 نون دال ناقص نون دال يبقى يديك نون دال. سالب دال وموجب دال راحوا مع بعض، 76 ناقص 36 يبقى هيساوي كام يا باشمهندس؟ 6 ناقص 6 0، 7 ناقص 3 4، يعني بيساوي 40. يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس بالنسبه لي ان نون في دال ب 40. طب ما انت معاك لا مش معاك النون، وعايز قيمه النون. طيب انا معايا الالف، وممكن اعوض في اي معادله من دول اجيب بالنسبه لي الدال، صح؟ لو عوضت عن النون دال هنا بالنسبه لي بكام؟ ب 40. يبقى 40 ناقص الدال بيساوي 36. 40 ناقص كام يديك 36؟ يبقى الدال ب 4. طالما الدال ب 4 وهو حصل ضربهم 40، يبقى ن بتساوي 40 على 4 فعلى 10. الله ينور، انت جبت الدال وجبت الالف وجبت النون، انت يعني مستني ايه؟ انا الوقت جبت النون ب 10، طب هو بيقول لك اوجد المتتابعه. طيب الوقت يا باشمهندس المتتابعه عرفنا ان الالف اولنا 3 والدال 4 يعني هي بتزيد، يبقى 3 7 11 وهكذا. شكرا، المساله خلصت. اللي بعده متتابعه حسابيه منتهيه، قال لك ان هي منتهيه. حدها الأول بسبعة، الألف بيساوي سبعة، الحد وكان الحد الحداشر من البداية بيساوي 47. خلي بالك من الكلمة دي، الحد العاشر من البداية اللي هو الحداشر اللي هو ألف زائد عشرة دال بيساوي 47. طب ما أنت معاك الألف، يبقى سبعة زائد العشرة دال بيساوي 47. ودي السبعة، يبقى العشرة دال بيساوي 47 ناقص سبعة بأربعين، اقسم على عشرة يبقى الدال باربعة. انت كده على فكرة انت عرفت المتتابعة، هي سبعة وبتزيد اربعة، يبقى سبعة حداشر خمستاشر وهكذا. طيب هو بيقول لي الحد الحداشر من النهاية بيساوي 395، هو عايز الح نون. طب خلي بالك ان انت لازم تجيب الحد الاخير، ازاي؟ هو قال لك الحد الحداشر من النهاية بيساوي 395. طب يا باشمهندس انا اعملها ازاي؟ عادي جدا، قال لك ان الحد الاخير من النهايه ليه قانون. ايه هو القانون؟ قال لك هو لام ناقص نون في دال بيساوي 395. خلاص، اللام ده اللي هو الحد الاخير، تمام، بيساوي نون ناقص دال في ال 95. تمام. طيب دلوقتي اعوض في المعادله دي يا باشمهندس، يبقى بالنسبه لي لام ناقص النون، طبعا هو الحد ال 11 فتعوض عن النون ب 10 في دال بيساوي 395. طب على فكره انت معاك الدال ب 4، يبقى لام ناقص ال 40 بيساوي 395. ودي دي الناحيه الثانيه، يبقى لام بتساوي 40 زائد 395 يعني 435. يبقى انا بالنسبه لي الحد الاخير هو 435، يبقى المتتابعه 7 11 15 وهكذا ماشيه لحد 435، واكيد الحد اللي قبله 431 لان احنا بنعكس الدال بتاعتنا. يبقى انا كده جبت الح ن بتاعتي. خلاص، رقم 31 بيقول لي يا باشمهندس متتابعه حسابيه حدها الاول ب 8، يبقى انا بالنسبه لي الالف بيساوي 8. تمام.
وح 3 نون بيساوي 3 ح نون. طب ما تيجي كده نعيد تعريفها، الح 3 نون اللي هي ألف زائد العدد اللي تحت اللي هو 3 نون ناقص ناقص 1 مضروب في الدال هيساوي 3 في، طبعا بالنسبة للح نون دي اللي هي ألف زائد نون ناقص الواحد عادي مضروب في ايه؟ مضروب في الدال يا باشمهندس، صح كده؟ جميل والله ينور عليك. تعالى نفك، يبقى دي ألف زائد 3 نون في دال ب3 نون دال ناقص 1 في دال بناقص دال هيساوي، اضرب التلاتة في الألف تديك 3 ألف، المفروض هتضرب التلاتة في الدال تديك 3 دال، وتضربها في النون تبقى 3 نون دال، وتلاتة في الدال ب3 دال في سالب 1 يبقى سالب 3 دال، الله ينور، والله 3 نون دال هتروح مع 3 نون دال. طيب الألف هنجيبه الناحية دي، يبقى 3 ألف ناقص ألف يعني 2 ألف، والسالب 3 دال هنجيبها هنا بموجب 3 دال وسالب دال يعني موجب 2 دال. الاثنين هتروح مع الاثنين، طلع ان الالف بيساوي الدال، شكرا، يبقى الدال بيساوي 8، يبقى المتتبعة اولي 8 وبتزيد 8 يبقى 8 16 24 وهكذا، ويبقى ادي كده المتتبعة بتاعتي. رقم 32 بيقول لي اربع اعداد في تتابع حسابي، قلنا اي اربع اعداد في متتبعة حسابية او في تتابع حسابي بفرضهم عبارة عن الف ناقص التلاتة دال وألف ناقص الدال وألف زائد الدال والألف زائد التلاتة دال، وفهمتك في حصة الشرح، لو عايز تفهم دول جم منين هتفهمها من حصة الشرح. الوسط بيساوي مجموع الاتنين دول على اتنين، والوسط اللي هنا مجموع دول على الاتنين، فلازم تحقق الشرط ده، عشان كده احنا فرضناها كده. قال لك إن مجموعهم كلهم بأربعة وأربعين يا باشمهندس، يبقى ده زائد 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 زائد. طب ما تيجي كده نجمعهم يا باشمهندس، ألف وألف 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 4000، وكده كده الدالات هتروح، لأن سالب 3 دال وسالب دال سالب 4 دال ودال وموجب 3 دال 4 دال، فيروحوا مع بعض يبقى 4000 بيساوي 44. اقسم على الأربعة، إذا الألف بيساوي 11، يبقى أنت كده يا باشمهندس جبت إن الألف بيساوي 11، تمام. بيقول لك إذا أضفنا 3 إلى العدد التاني، طيب خلي بالك إن إحنا ممكن نكتبهم تاني كده عشان هنضيف الوقت، يبقى دي 11 ناقص 3 دال. طيب والعدد اللي بعده هيبقى 11 ناقص الدال، والعدد اللي بعده 11 زائد الدال، والعدد اللي بعده 11 زائد ايه؟ 3 دال. قال لك ان احنا هنضيف 3 الى العدد الثاني اللي هو ده اهو، هنزود عليه 3. كونت الاعداد الاول والثاني والرابع متتابعه حسابيه. قال لك بعد ما انت تزود 3 يا باشمهندس بالنسبه لك للاعداد دي، الاعداد دي هتبدا تكون متتابعه حسابيه، فعادي جدا. ازاي؟ هبدأ أصيغ الأعداد دي، أنا لما أزود هنا 3 ده هيبقى بالنسبة لي 14 ناقص الدال، ما أنا زودت 3. قال لك الأعداد بقى الأول اللي هو 11 ناقص 3 دال، والعدد الثاني اللي هو الجديد بقى اللي هو 14 ناقص الدال، والرابع اللي هو 11 زائد 3 دال، دي هتكون بالنسبة لي متتابعة حسابية. يبقى هي دي كده الأعداد يا باشمهندس اللي هتكون لي متتابعة حسابية. طيب طالما هي بتكون لي متتابعة حسابية يا باشمهندس، فعندي طريقتين من الحل، اللي في النص بيساوي مجموع الاتنين دول على اتنين، أو إن ده ناقص ده هيساوي ده ناقص ده، الاتنين بالنسبة لي صح يا باشمهندس، يبقى 14 ناقص الدال هيساوي 11 ناقص 3 دال زائد 11 زائد 3 دال على الاتنين، جميل. طيب دي سالب 3 دال ودي موجب 3 دال، هيروح 11 على 11 زائد 11 22، 22 على الاثنين اللي فيها 11، يبقى 14 ناقص الدال بيساوي 11، وادي السالب دال هنا وهدي هنا، يبقى الدال بيساوي 14 ناقص 11 ب 3. الدال طلعت ب 3 يا باشمهندس، والالف ب 11، يبقى خلي بالك ان هو عايز الاعداد الاربعه، يبقى هنرجع نعوض بقى في المتتابعه، يبقى دي 11 ناقص 3 دال اللي هي 11 ناقص 9 2. طيب والالف ب 11 ناقص الدال ب 3 يبقى 11 ناقص 3 8، وهنا 11 زائد 3 يبقى 14، وهنا 11 زائد 3 في 3 ب 9 يبقى 20، يبقى العدد هي 2 8 14 20، مسألة برضو جميلة جدا جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كونت الأعداد س وص وعين متتابعة حسابية. طالما كونت متتابعة حسابية قلنا الشرط يا باشمهندس متوفر، إن اللي في النص بيساوي مجموع الاتنين اللي في الطرف على 2، فده معناه لو ضربنا مقص إن س زائد العين بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ص، تمام؟ فأثبت أن الكلام ده يا باشمهندس، تمام؟ تمام. طب خلي دي كده على جنب وتعالى نشوف كده إن دي بتكون تتابع حسابي برضه. اللي في النص اللي هو 3 ص زائد الواحد لازم يساوي مجموع الاتنين دول اللي هما 3 س
زائد الواحد زائد 3 ع زائد الواحد على الاتنين. لو ضربنا مقص يبقى دي بالنسبة لي 6 ص زائد الاتنين بيساوي طبعا 3 س مفيش منها مفر، 3 ع مفيش منها مفر، 1 و1 موجب 2. طيب موجب 2 هتروح مع موجب 2، يبقى دي 6 ص، وهاخد من هنا 3 ع مشترك، هيفضل الس زائد العين. طبعا على 3 فال1 على 3 فال2 اصبحت ان الاتنين ص بيساوي س زائد العين. هي دي. يبقى اذا الاعداد دي بتكون لي متتابعه حسابيه ويكونوا في تتابع حسابي. لو انت عايز تقول ان ده ناقص ده بيساوي ده ناقص ده، وده ناقص ده بيساوي ده ناقص ده، دي برضو طريقه صح. قلت لك دي ده برضو الطريقه دي برضو كده صح. خلاص كده يا باشمهندس يبقى وصلنا لاخر فيديو النهارده، 33 سؤال مقالي مهمين جدا جدا على فكره الاوساط المتتابعه الحسابيه. باذن الله الحصه الجايه هننزل الاوساط الحسابيه شرح، الاوساط الحسابيه حل اخطر، الاوساط الحسابيه حل الاسئله المقاليه، وهيبقى في حصه باذن الله لمسائل المستويات العليا لانها شامله بقى الاوساط وشامله المتتابعات، مسائل برضو جميله قوي قوي. معانا 33 لحد 45، يعني تقريبا 12 سؤال بس على الاوساط الحسابيه، باذن الله هنحلهم لك الحصه الجايه بامر ربنا بدون مقاطعه باذن الله. اتمنى اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. انت لو استفدت اشترك في القناه وفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.